ومن الفن إلى شباك التراث ننطلق اليوم في جولة في لبنان بين بيروت وطرابلس وصيدا والأجواء الرمضانية المبهجة والتي كان التراث حاضرا فيها من خلال الدراويش والرقص بالسيوف وغيرهما والتي أضافت إلى أجواء رمضان هناك مزيدا من السعادة. حان وقت أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، دقائق وتتحول هذه الشوارع الخالية بفعل توقيت الإفطار إلى ساحات للاحتفال بشهر رمضان. أطفال، رجال ونساء، محبو الدراويش وعشاق الحفلات والسهر، جميعهم يجتمعون هنا وسط المدينة حيث ملتقى كافة الأعمار والأذواق. هيدي لبنان كله موجود بالداون تاون وما حدا بيقدر يلغيه. بعتقد يعني هيدا لبنان وهيدا الجو رح يبقى مثل ما هو وعلى اكثر ان شاء الله. اجواء مدينه طرابلس شمال لبنان ليست مختلفه. زحمه ناس واحتفالات ورقص واستحضار للتراث والعادات القديمه. طرابلس تمتاز بكل الأجواء الرمضانية التي نراها والتي نسمع عنها في كتب التاريخ وأيضا في كتب التراث، لا تزال حية حتى يومنا هذا في أرجاء المدينة وفي عاداتها. وإلى مدينة صيدا ثالث المدن اللبنانية لا يختلف المشهد كثيرا، الأجواء ذاتها والناس كما الناس في المدن الأخرى يعيشون أجواء رمضان على طريقتهم وينفخون دخان الزمن الماضي.